السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. قتل اليوم الاثنين 4 مواطنين جزائريين بطريقة مأساوية ومروعة بولاية بومرداس، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. نشرت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك صور للمواطنين 4 والذين قتلوا بطريقة مأساوية ومروعة بعد تعرضهم لحادث مرور خطير بطريق السيار شرق غرب، وبالضبط على مستوى مخرج النفق باتجاه الجزائر العاصمة. وحسب المعلومات الأولية وللأسف فقد أسفر الحادث عن وفاة 4 مواطنين ينحدرون كلهم من ولاية المسيلة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.